السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخباركم ايه وعاملين ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد، ومعاكم علاء من قناة رسام ولعيب. الفيديو النهاردة هيكون مختلف شوية، ان انا قررت ان انا اعمل فيديو بطريقة مختلفة، ان احاول اجمع كل الاخبار اللي خلال الاسبوع او الفترة الاخيرة، وهنسميها اخبار للاعبين. ففي البداية كده قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتتابعوني على فيسبوك وانستجرام وعلى تويتر. فتابعوني، بنحاول نعمل حاجة متميزة وحاجة كده جديدة بشكل مختلف. فيلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة معانا صورة مسربة عن لعبة من سلسلة الأفلام الشهيرة The Matrix، وكان زمان ليها لعبتين، ولكن تم التسريب عن لعبة جديدة باسم The Matrix Awakeness، وهي حصرية على أجهزة البلايستيشن 5، والمحرك المستخدم في اللعبة هو الأنريل إنجين 5 الجديد. ولكن ظهر الفيديو ده. How do we know what is real? واتقال عن الفيديو ده انه هيكون اكسبيرينس او تجربة لمحرك الانريل انجين 5 على اجهزة البلاي ستيشن 5 وعلى الاكس بوكس الجديد، فهي هتكون مجرد تجربة مش لعبة. فهل فعلا هتكون مجرد تجربة او لعبة؟ هنشوف الفترة الجاية. تاني حاجة، خبر مسرب بقوة عن خدمة جديدة هتقدمها بلاي ستيشن زي خدمة الجيم باس زي الاكس بوكس. والصراحة لو الكلام ده حصل هتبقى خطوة ممتازة جدا من سوني، وهتبقى منافسة شرسة بين الشركتين. غير ان الاشاعات بتقول انها هتقدم العاب كتيرة وحصريات قوية. اتمنى الاشاعة الصراحة يا جماعة تكون حقيقية. تطبيق اليوتيوب على اجهزة البلاي ستيشن 5 بعد التحديث الجديد بقى بيدعم تقنية الـ HDR، ده للمهتمين بأبليكيشن اليوتيوب على أجهزة البلاي ستيشن 5. عشاق ألعاب الفيرست بيرسون شوتر والسيرفايفر هورور والأكشن، جايب لكم خبر ان الجزء الثاني من لعبة داينج لايت، ان اللعبة دلوقتي اكتمل تطويرها وبقت جولد وجاهزة للإصدار في تاريخ 4 فبراير 2022 على جميع المنصات وعلى البي سي. في إشاعة منتشرة عن جزء جديد للعبة بايو شوك وتحمل اسم ايزوليشن، ويتم تطويرها حاليا. نشرت شركة سوني براءة اختراع جديدة عن كنترولر جديد مخصص للتليفونات الذكية، ودي حاجة جامدة جدا بصراحة. تم تسريب صورة للشخصية الشريرة في السلسلة المعشوقة Resident Evil، وهي شخصية ألبرت ويسكر، وبيتقال ان الصورة دي من الجزء الريميك القادم في Resident Evil 4. الخبر اللي بعده، تيك تو انتراكتيف رفعت قضية على مطورين لعبة ايت تيكس تو، لانهم شايفين ان في تشابه بين اسمهم واسم اللعبة. دي حاجة حلوة قوي. لمحت شركة سوني عن ريميك للعبة The Last of Us، وهي تحت التطوير حاليا لأجهزة البلاي ستيشن 5، والإشاعة دي موجودة بقالها فترة، ولكن الخبر زاد عليها الفترة الأخيرة. أعلنت شركة فالف إنهم ما عندهمش أي نية لإطلاق أي حصرية خاصة لجهازهم الستيم ديك، وغير إنهم مش مهتمين بالمطورين اللي ممكن يعملوا لهم حصرية خاصة لجهازهم. حاجة غريبة جدا بصراحة.
في الفترة الأخيرة حصلت لعبة سايبر بانك 2077 على تقييمات عالية على ستيم، وصرح رئيس سي دي بروجكت ريد ان اللعبة بعد التحديثات بقت جيدة جدا وهتفضل تتباع لسنين جاية. وبس كده يا جماعة، دي ابرز الاخبار اللي انتشرت الفترة الاخيرة، وان شاء الله هحاول ان كل اسبوع اعمل فيديو خلال الاسبوع بالكامل يكون فيه الاخبار الجديدة اللي ظهرت من حيث العاب او اخبار عن المطورين او عن الاجهزة او عن اي حاجة تخص الالعاب. فيا رب الفيديو يكون عجبكم والفكرة دي تكون عجبتكم. حاولت ان انا الخص لكم كل حاجة في فيديو كده يكون بسيط ولذيذ كده وسهل، ويا رب يعني ينول اعجابكم باذن الله. ولو بتشوفني الاول مرة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واتبعني زي ما قلت لكم في البداية، تنسوش تتابعوني على فيسبوك وانستجرام وعلى تويتر وعلى تيك توك وعلى كواي، ولو انت ليك في الستريم هتلاقيني موجود على تويتش، وعلى كمان برضو الستريم بيكون موجود على الفيسبوك كمان. فبشكركم جدا يا جماعة على المشاهدة. سلام عليكم.